بصي يا حاجه، الدواء ده نصه مش موجود عندنا. ازاي ده الدكتور هو اللي كاتبهولي؟ يا حاجه الدكتور بيكتب الدواء لكن ما بيعرفش ايه اللي موجود عندنا وايه اللي ناقص. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ بصي انا هصرف لك اللي موجود، واذا كنت مستعجله اصرفي الباقي من بره. طب وده يجيله بكام بقى؟ والله كل يوم الدواء بسعر، انا ما اعرفش يجيله بكام. امري لنا يا بنتي. طيب ماشي. انا هجيب لك ايه تمدي ماشي. انا ما بعرفش امدي. طب هجيب لك الختامه تبصم. امضي له. شكرا. استغفر الله العظيم. اهدى بس يا حاج. اهدى ازاي يعني وانت عمال تسمعني المصايب دي من الصبح؟ هو في ايه بس يا حاج بالظبط؟ انت ما قلتلوش على حكايه الفواتير وبوالص الشحن؟ قال لي يا حاج بس دي لسه شكوك وممكن ما يطلعش في حاجه من اصله. طب والله العظيم يا حاج بتمنى يطلع كل اللي في دماغي ده شكوك. انا ما افهمش حاجه اسمها شكوك. اسمعوا بقى انتوا الاثنين، عايزكم تحطوا ايديكم في ايدين بعض وتدوروا لي تشوفوا لي الغلط فين. اي غلطه لازم يبقى وراها دليل، ورقه يعني. انا كمدير اداري للمجموعه اقدر اوصل للي صبري ما يقدرش يوصل له. المهم ما نلفتش النظر للي بندور عليه فيلموا روحهم. اتصرفوا انتوا الاثنين زي ما قلت لكم. طيب بعد اذنك يا حاج. استنى انت يا سليم، عايزك. امرك يا حاج. شايفك يعني متحمس لكلام صبري. صبري يا حاج رأيه إن أي مدير مشتريات يبقى راجل مش مظبوط، وده رأيه من ساعة ما فكري ما مات. رحمة الله عليه، اللي بيروح ما بيرجعش. ومن ساعتها صبري يبص في وش أي مدير مشتريات من دول ويقول لك الراجل ده شكله حرامي. أيوة بس صبري بيقول إنه ماسك فواتير مش مظبوطة. مش عارف يا حاج. ما هو صبري عمل القلق دوت مع مدير المشتريات الاخراني وفضل وراه لحد ما مشيناه، وبعد كده طلع الراجل مظلوم وما فيش حاجه خالص. ايه يعني صبري اتجنن ولا ايه؟ مش مجنون يا حاج، انما حياته كلها متلخبطه وده مأثر على تركيزه. هي لسه اعتماد ما هديتش ولا هتهدى. اعتماد دي يا حاج ست متسلطه وهتفضل ورا صبري لغايه ما تجننه يدخله السجن. كلمت ماما وقلت لها اني حاود على صاحبتي اجيب ورق للجامعه. يعني ناخد راحتنا؟ انت كده مش واخد راحتك؟ يعني المعرض برضو في الاخر مكان شغل. انت اللي جبتنا هنا. طب بقول لك ايه، انا عندي مكان هنا فوق محدش دخله قبل كده ونفسي تبقي اول انسانه تدخل. ايه المكان ده؟ المكان ده بتاعنا لوحدي، ولو عجبك ممكن نخليه العش بتاعنا. العش؟ اه العش فوق. لا يا سيدي، ينفع نروح نقعد مع بعض على النيل احسن؟ لا اكيد دلوقتي مش هينفع. ليه؟ انت عارفه انا راجل متجوز ولا انت مش عارفه ولا ايه؟ لا عارفه. طيب يبقى ما اقدرش اظهر معاكي في مكان عام، لكن هنا في المعرض ممكن تبقي زبونه عادي يعني. طيب خلاص خلينا قاعدين في المعرض فوق بقى، امن مكان. ليه؟ لان محدش لا بيخش لي ولا بفتح الباب من اصله. انا مش حابه ان احنا نطلع فوق،
خلينا قاعدين هنا احسن. صدقيني انت لو جربتي فوق هتحبيه قوي. قلتي ايه؟ لا خلينا هنا. وكنت هجيب لك منين الفلوس اللي طلبتيهم مني على سهوة كأني قاعد على بنك بقى يا راجل؟ 20,000 جنيه مبلغ كبير على راجل في منصبك ده؟ وبعدين 20,000 جنيه ايه اللي يستاهل انك تقعد على بنك؟ انا ما عنديش في حسابي في البنك الا اللي ما يخليش الحساب يتقفل. ليه يعني؟ وانت بتجيب لنا ايه زيادة؟ كل اللي بيقابلني، كل اللي بتحتاجوه بجيبه، اعمل ايه اكتر من كده يا اعتماد؟ ما كل الرجالة بيعملوا كده، بتعمل انت ايه يعني جديد؟ وبعدين لو كل واحد وقف على اللي معاه الدنيا هتخرب. امال ايه اللي مزعلك؟ ما هو لما اللي معايا خلص اضطريت امد ايدي واستلف. تستلف من واحد مرتبه اقل منك؟ انت عايز تجرسنا يا راجل؟ وايه الجرصف ده؟ سليم صاحبي وطول عمري بستلف منه، امال يعني كنت هاخد منين؟ ولا فاكراني صراف هاخد من العهده زي الافلام العربي وبعدين اسويها؟ انا ماليش دعوه تستلف من مين ولا تجيب ايه. بقول لك ايه يا اعتماد، انا صابر عليكي من بدري، انما خلاص للصبر حدود. لا بقى يا حبيبي، انا اللي صبري خلاص فاض، خلاص تهت. لا خوفتني. مالك يا ابراهيم واقف لوحدك كده ليه؟ متضايق قوي يا فردوس. متضايق من ايه يا اخويا كفالة الشهر؟ مصايب محوطاني من كل ناحية، حادثة المصنع وموت عوض، ناس بتحفر لي في شغلي، وادور على عيالي وسط ده كله ما لاقيهمش. كل واحد فيهم غرقان في حياة ملهاش أي لازمة، وسايبين أبوهم واقف لوحده. معلش معلش يا أخوي، هنعمل إيه؟ حظنا كده في ولادنا. وبصراحة بقى إحنا دلعناهم زيادة عن اللزوم، بس هما بيحبوك يا حاج والله. وحب إيه ده يا فردوس؟ الواحد لما يعوز في وقت الزنقة ما يلاقيهوش. ده انا جبت ثابت عشان ادخله شويه في الشغل، مالص مني زي التعبان. الله، طب ورجالتك صبري وسليم راحوا فين؟ هقول لك ايه، تصدقي ان صبري يخني ويمد ايده؟ صبري؟ لا لا انا ما صدقش. معقول الكلام ده؟ طب انت شفت بعينيك يا حاج؟ ولا شفت ولا هبب، هو كله بيقول على كله، وانا لايص اصدق مين واكذب مين. صدق قلبك وصدق عقلك يا حاج. عمال افكر وفتش في دماغي، صبري ده معايا من يوم من زمان قوي، من ايام ما كانت كل فلوس الشغل في جيبه، قبل ما يكون عندنا ادارات ولا حسابات في بنوك. يعني ده لو بيسرقني طول عمري مفيش غير ان ابقى حمار. اللي بيسرق حد زيك طول العمر كان زمان بقى عنده دلوقتي فيلل وعمارات واراضي. وبعدين صبري ده بقى له عندك اكتر من 20 سنه. لا يا حاج الكلام ده ما يدخلش دماغي ابدا. عندك حق، انا كده المفروض اخاف من رفعت يشككني في رجالتي. صدق اللي قال ايش عرفك انها كدبه؟ قال كبرها. بصراحه يا ابراهيم بقى ما تديش ودنك للناس. بس كل ما افكر برضه ان صبري في بيته واحده زي اعتماد، وانت عارفه اعتماد ربنا يهديها له، زنانه وطلباتها ما بتخلصش، اشك ساعتها بقى لازم تقف جنبه وتساعده مش تشك فيه، وبعدين تراجع بنفسك لحد ما تتاكد. هراجع ولا هشتغل؟ ده ايه الهم ده؟ ارمي حمولك على الله، اللي زيك يا ابراهيم لا يمكن ربنا يتخلى عنه ابدا. على فكرة يا رفض، أنا ما قلتش أي حاجة للحاجة عن المشاكل اللي بتحصل هنا عشان ما يتضايقش. الراجل بيعمل خير لوجه الله وبيساعد الناس، ودول كدابين وبيخافوش ربنا، هو في كده؟ أنت جبت خلاصة المشكلة يا رحمة، الكدابين. عشان كده أنا شايف إننا المفروض نبلغ الحاج باللي بيجرى، عشان ما نبقاش إحنا كمان كدابين، بنقابله نقول له كله تمام، والحقيقة ما فيش حاجة تمام خالص. الأحسن إن إحنا ما نقولوش أي حاجة دلوقتي،
خلينا نحل المشاكل دي في هدوء لغاية الأمور ما تستقر، وبعد كده نبقى نقوله الراجل اللي فيه مكفيه. ما أنا كنت قادر أتابع كل الأقسام والتفاصيل يوميا، بس من ساعة ما تعجنت في تحضير الدكتوراه دي وأنا باجي هنا المستشفى بصعوبة. سيب لي أنت كل حاجة وركز أنت بس في الدكتوراه. إلا قولي، التذاكر اللي بيدوها للعيانين بيبقى عليها ختم؟ آه طبعا. كويس قوي، والختم ده مع مين؟ عند مدير الحسابات. مفيش أي حد رقيب عليه يعني في موضوع التذاكر ده؟ أقصد أقول إنه ممكن يطبع التذاكر ويباعها لحسابه من غير ما حد يكشفه. الحقيقة إن هو بحكم وظيفته مع الأختام اللي تخص الإيصالات والتذاكر وتوريد الفلوس، بس مش عارف بصراحة ممكن أعمل عليه رقابة إزاي. على فكرة أنا ما بشكش وخلاص. دي أول تذكرة دخلت بيها، رقمها 835، وأنا اتأكدت إن عدد المرضى اللي بيدخلوا العيادات كل يوم ما يقلوش عن 100 مريض. يعني لو ده رقم المرضى اللي بيدخلوا كل أسبوع يبقى كويس جدا، لكن لو ده رقم المرضى اللي بيدخلوا كل شهر يبقى أكيد في سرقة كبيرة جدا، لأن المفترض إن عدد المرضى اللي بيدخلوا كل شهر يبقوا أكتر من كذا ألف. لو اللي بتقوليه ده صحيح تبقى مصيبة، حتى السرقة في التذاكر. ليه لأ؟ عموما سيب لي الموضوع ده، أنا هتأكد بنفسي. أنا مش عارف أقول لك إيه يا رحمة، ده أنت جيتيلي نجدة من السما. يلا يا سيدي بجملة، ما أنت طول عمرك مغلبني بمشاكلك. طب يلا بينا، عشان أنا طلبت إنهم يجتمعوا في الصالة. يلا بينا يا سيادة المديرة. يلا. والحاج إبراهيم أصدر قرار بتعيين الأستاذة رحمة مديرة عام للمستشفى، ومن هنا ورايح أنا مسؤوليتي في المستشفى تقتصر على الأمور الطبية فقط، لكن كل الأمور الإدارية هتبقى مع أستاذة رحمة. أهلا بيكم، أنا سعيدة جدا أني موجودة معاكم. أنا في الحقيقة كنت بشتغل في الخليج في مستشفى زي دي بالظبط، يمكن قدها في الحجم، نفس المعدات والأجهزة، ولكن خبرة أعتقد أن هنا في خبرة أكتر بكتير. أنا مش هتكلم كتير عن التغيير لأني ناوي أغير كل حاجة، يعني أي فساد أي مشاكل موجودة إن شاء الله هنقضي عليها. المشروع ده هدفه الأساسي هو مساعدة الناس الغلابة، أهل الحي اللي مش قادرين يتعالجوا في مستشفيات خصوصية، يعني ما عندهمش تمن التذكرة، وإحنا واجبنا إن إحنا نساعدهم ونقف جنبهم ونكون عندنا رحمة معهم في التعامل. دي مهنتنا، إن لازم نتعامل مع الناس برحمة ونساعدهم ونحللهم مشاكلهم الصحية. أنا سعيدة جدا إني هتعاون معاكم، وأتمنى إن يكون عندكم نفس الشعور. وأي حد عنده مشكلة أو أي حد يشوف أي حاجة مش عاجباه أو مش مظبوطة، ضروري يجي ويقعد ويتكلم معايا وما نخبيش عن بعض حاجة، وإن شاء الله مع بعض وببعض هنحل كل المشاكل، والمستشفى ده هيكون من أحسن ما يكون. وأنا متشكرة قوي لكم، على إذنكم. يا نهار اسود، دي جت ولفت ما بيننا على إنها عيانة، ده أنا كمان خدت منها بقشيش. ومين سامعك؟ أنا كمان خدت منها المعلومة. دكتور رشاد، الست دي بقى لها كذا يوم بتلف في المستشفى لحد ما وصلت لأوضة عمليات النساء. خلوا بالكم ممكن تكون عرفت أي حاجة. ربنا يستر. كل حاجة تقف دلوقتي لحد ما الأمور تبان. يا ترى هتطلع زي أخوها بقى ولا إيه؟ مش عارفة، بس في ناس بتقول إن بقى لها 3-4 أيام بتلف في المستشفى على إن هي عيانة، وعملوا بقى اللي أنت فاهمة فيها. طب كويس، يعني عرفت اللي بيحصل هنا في الغلابة. مفروض بقى، ما هي إما ناوية لهم على نية سودة يا إما ناوية تقسمهم. ما ظنش، ما افتكرش إن أخت واحد زي رأفت تبقى كده. هنشوف، أحسن أنا خلاص قرفت من اللي بيحصل هنا. عاوزك تخلي بالك يا رحمة، ما تضغطيش على الناس اللي شغالين عندك، يعني مش قوي. عندك حق يا حاج، أنا عايزك تشيل هم المستشفى ده من دماغك خالص، سيب عليا كل الحمل وإن شاء الله هكون عند حسن ظنك. أو عايزك تعرفي كمان إن الخير ما يخصش الناس اللي بتتعالج بس، لا يخص